بص كده الموتوسيكل على ان اهو زي ما انت شايف كده، تمام. طيب احنا هنجيب الاول بيكون اللي تحت، تمام، والباقي كله لفوق، تمام. دي موتوسيكلات، وفي انواع تانية بيبقى الان تحت والباقي الغيارات كلها فوق. ده الاول اللي تحت، جبت الاول اللي تحت، تمام. بص بتسيب سنه دبرياج وتزود سنه بنزين، بتيجي عند اول ما الموتوسيكل يتحرك اللي هي نقطه الاتصال، تثبت عندها، تثبت عند نقطه الاتصال، تمام كده. بتفضل تزود لحد لما تلاقي الموتوسيكل بدا يتحرك وبيبدا يمشي، تبدا تسيب الدبرياج سنه، وبعد كده على طول تلم الدبرياج عشان تجيب التاني، لان الاول ما بيتمشيش عليه اكتر من 3 متر مثلا، اللي هي الطلعه زي ما بيقول، تحرك المكنه، تحرك الموتوسيكل على طول، فاهمني يا مصطفى؟ يلا كشكل تجريبي كده، انت دلوقتي على اعتبار انك جبت الاول، تمام. يلا هنسيب دبرياج سنه وتزود بنزين سنه، تمام. اول ما اقول لك فرامل عارف هتعمل ايه، صح؟ فرامل، عاش. يلا تاني يا مصطفى، سيب سنه دبرياج، رفعت رجلك من على الفرامل، تمام. يلا 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 الموتوسيكل اتحرك، فرامل، عاش قوي. ده التدريب ده بتبقى وانت واقف عشان ايه؟ تبقى حافظ الحركات اللي بتشتغل بيها، بتقف ازاي وبتطلع ازاي قبل ما تغامر وتطلع على الطريق او تخبط في حاجه او الكلام ده كله، فاهمني يا مصطفى؟ بقى مصطفى الوضعيه الطبيعيه ان انت بتعمل ايه؟ تبقى رجلك اليمين فوق الموتوسيكل ورجلك الشمال على الارض، لما تبدا تغير وتنزل رجلك الشمال ترفع رجلك اليمين تاني، تبدا تتحرك سنه، فهمت اقصد ايه؟ بص يا مصطفى، الكتله اللي على ايدك اليمين دي خاصه بالتشغيل، ماشي؟ الكتله اللي على ايدك الشمال اهي خاصه بالتنبيه، فاهمني؟ طيب الكتله اللي على ايدك اليمين خاصه بالتشغيل يعني ايه؟ يعني تشغيل الاضاءه، وفي مفتاح هنا بيبقى في معظم الموتوسيكلات اللي هو باور اون واوف، اللي هو بتطفي وتشغل الموتوسيكل، وده مفتاح تشغيل الايه؟ الزر بتاع تشغيل الايه؟ الموتوسيكل نفسه، تمام؟ اللي هو المارش، تمام؟ اما بالنسبه للتنبيه، التنبيه اللي هو الاضاءه العاليه والواطيه، تمام؟ كشاف، وهنا الاشارات يمين وشمال، وهنا الكلاكس، تمام؟ وفي زرار هنا بيكون ايه؟ القلاب، اللي هو بيقلب نور اللي قدامك، فاهمني؟ طبعا احنا عارفين ان هنا دي فرامل على ايدك اليمين، تمام. فرامل الامامي، دي فرامل باكم، نوعيتها باكم مش تيل، ودي الى حد ما انا بتكون احسن، بس استخدامها بيبقى عايز حد بروفيشنال شويه. اما بالنسبه للناحيه الثانيه ايدك الشمال، ده بيبقى الدبرياج، تمام؟ هنتكلم عنه بعدين. بص، اول ما بتشتري الموتوسيكل من المعرض بيبقى جوه الموتور زيت حفظ في التروس هنا، تمام؟ بتنزل زيت الحفظ دوت، تمام، وبتحط زيت على طول، الزيت ده ما بتمشيش عليه، فاهمني؟ بتحط زيت على طول، بتحط مثلا زيت 500 40 موبيل او شيل احمر، ال 500 دول بتغير لمده 4 تغييرات الزيت على 300، تمام كده؟ وما بتقرصش على الغيار، يعني الاول من 0 ل 20 اللي هي الطلعه بس، الثاني من 20 ل 40، مش لازم توصل لل 40، خليك لل 35 ال 30، الثالث من 40 ل 60 خليك في ال 50، اللي هو ما بتقرصش على الغيار قوي، لان المكنه في الحاله دي بتكون بتلين، فاهمني؟ التروس بتبدا تطبع مع بعضها، فاهمني؟ فاحنا بنتابعها ازاي؟ بنغير زيت دايما اللي هو كل 300 كيلو بدل 500، بعد كده بامشي على عدادك عادي، تمام؟ يعني انت مثلا جاي تغير زيت، تمام؟ انت عدادك عامل كام؟ 355 مثلا، 355 تضيف عليهم مثلا، لو انت هتغير على 300 يبقى 655، وتروح تغير زيت على طول. لو على 500 يبقى 805، يبقى كام؟ يبقى 855، فاهمني؟ لازم تبقى مركز مع القراءة بتاعت العداد.